الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. ميرسي بوكو كما العادة على كلامكم الحلو على لي كومونتير نتاعكم وعلى لي بوس بلو. نقول لكم ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة الناس الكل ومرحبا بجدد بالحال في كوجينا سان فرونتيير. طلب من الأخيات بطبيعة الحال كما نعمل كما مستأنسة نعمل أي وصفة ديما نقولها راهي للناس الكل، وصديقة الحقيقة طلبت مني باش نعمل الوصفة نتاع الجاتو بالشوكولا، صديقتنا وحبيبتنا فاطمة شانيل. قلت لها إن شاء الله يا فاطمة باش نعمل الكعك نتاع معناها كيكة الشوكولاتة وباش نوريها لك وبعملها بطريقة مبسطة لأن ديما مستأنسة بها. بطبيعة الحال ديما وكبنتي موجودة معنا كي نعمل الجاتو، ربي يفضلهم ويحميهم إن شاء الله. المكونات بسيطة برشا وسهلة، تبعوني والمقادير بطبيعة الحال أنتوما تنجموا تضاعفوا الكمية كما تحبوا كما تنجموا كيف كيف تنقصوا. أنا خذيت هوني 200 جرام سكر، معناها قد السكر قد الشوكولاتة وقد الزبدة. خذيت 200 جرام سكر، 200 غرام زبدة هكا اون بوماد كيما تراو فيها، و 200 غرام شوكولاتة. بالنسبة لي في تونس راهو الطبع هذا وحده معناها هذايا راهو 50 غرام، أنا هكا خذيت أربعة اللي هما 200 غرام، خمسة عظمات باش نحكو كان للمغرفة فارينة أكاهو. توا باش نذوبو بطبيعة الحال الشوكولاتة نتاعنا مع الزبدة وباش نخدمو العظم مع السكر، وبطبيعة الحال من بعد نواصلو مع بعضنا الوصفة نتاعنا وإن شاء الله الناس الكل تجربها، وإن شاء الله بطبيعة الحال فاطمة تجربها وتخليلي لي كومنتير نتاعها، هي متابعة وفية الحقيقة كيما الناس الكل. نشكركم وأكيد كل مرة تطلبوا مني وصفة أكيد باش نعملها ونوريها لكم بالطريقة المبسطة اللي أنتوما ديما تراوها. بطبيعة الحال كما قلت راهو هوني تنجموا، انا حطيت 200 تنجموا تعملوا حتى اقل وتحطوا مثلا 3 كعبات عظام في عوض 5. توا باش نذوبوا الشوكولاتة والزبدة ونرجع لكم. بعد ما ذوبنا الشوكولاتة كما تراو فيها هوني معناها مع الزبدة، توا باش ناخذوا بطبيعة الحال السكر نتاعنا كما قلت لكم والعظم. مهمة برشا انكم تتبعوا المراحل هذه باش تنجح معاكم الوصفة. ونزيدو بطبيعة الحال الشوكولاتة نتاعنا. وهذه جوست مغرفة متاع أكل كبيرة فارينة وإلا دقيق الفرس وإلا طحين، باش نحطوها بشوية ونخلط. بطبيعة الحال قبل ما نحطو ديما أنا نقولكم الفور يسخن على 180 درجة باش نحطوها لمدة 20 دقيقة، ديما نحاولو نسخنوه قبل الفور نتاعنا، منجموش يبدا بارد ونحطو فيه معناها الكيكة نتاعنا والا بطاخ والا اي حاجه نحضروها. انا خديت البلا هذا دهنتو هكا كالعاده بشويه زبده باش نحطوني ونحطو في الفور، ومن بعد بطبيعه الحال ان شاء الله نرجع لكم نوريكم كيفاش خرجت معانا كيكه الشوكولاته لليوم. هشوشه كما نقولوا احنا وبنينه وتذوب في الفم وسهله في نفس الوقت. الجاتو نتاعنا بالشوكولا لليوم كملناه، خرجناه من الفور دونك هكا ماهوش سخون برشا، حطينا شويه سكر غلاس. توا باش نقصو ونوريهولكم ان شاء الله.
اوكي موالو مزيان برشا. هذه وصفة انا ديما نعملها الحقيقة وديما ناجحة ونحبها معناها. وجيت بالصدفة اللي واحدة من الأخيات طلبت الوصفة هذه. تكون وصفة الكيكة تاع الشوكولا اليوم عجبتكم جربوها كيما نصحتو مني. نبقى لكم باش نقول لكم ما تنساوش صابوني في كوجينا سونفونتير، تفعلوا الجرس في الحال باش يوصلكم الجديد الكل. نبقى لكم باش نقول لكم ميرسي بوكو للناس الكل وباي باي وسلام.